تحتاج رعاية طويلة وكبار السن اللي موجودين أن تكون خدمات. فإحنا نطمح أن تكون بداية سنة بداية 2023 يكون يسلم لنا. يعني في مشاريع اللي هي موجود مثلا في نفس المكان اللي في محرق، بس هذه مو تبع وزارة الصحة، الآن تبع المستشفيات اللي هو مال المالتيبل سكليروسيس، مال التصلب اللويحي. هو مشروع كامل عبارة عن يعني مجمع المحرق كان يعني. وفي طبعا مشاريع بعضها انفتحت، وبعض يعني مثلا مركز الدياليسيز ما انفتح لحد الآن، مع أنه اللي هو مال غسيل كله بعد تبع المستشفيات وليس تبع الوزارة. تبع الوزارة احنا المشاريع اللي نبين تركز عليها في الأيام القادمة هي اللي لها علاقة بمهامنا أكثر في تعزيز الصحة، في الوقاية من الأمراض، في الصحة العامة. وفي هناك مشاريع كثيرة ليس بلازم تكون يعني إنشائية، ولكن عبارة عن برامج تقدم للناس. يعني على أساس تعرفنا مثلا أنت كوفيد 19 ترى قائمة كلها على الصحة العامة، كان كلها صحة عامة بالقانون اللي موجود، بالاحترازات اللي صارت، هاي كل بالمختبرات، هاي كلها عبارة عن صحة عامة. فالمشاريع القادمة بتكون كوزارة صحة أكثر بتكون في تعزيز الصحة، تثقيف الناس، توعيتهم، صحة عامة، تفتيش، مراقبة، مختبرات، قوانين موجودة لها علاقة بهالموضوع. وكذلك احنا عندنا بالنسبة حق الصحة النفسية عندنا بعض المشاريع لتعزيز المستشفى، في مشاريع إنشائية داخل المستشفى إن شاء الله بتكون، وبرامج كذلك لخدمة خلينا نقول برع المستشفى. يعني احنا ما نبغي أن تكون الناس تيجي للمستشفى، نبغي الخدمات تقدم لهم في منازلهم أو حتى في المراكز القريبة منهم. فهي مشاريع ولكنها يعني مو مشاريع لازم تكون إنشائية. أولاً أنت اللي كنا نبغي من عندهم الحمد لله بعد مقبال جداً كبير، مثل أنتم ما تشوفون يعني إحنا البوستر نتكلم عنه، يعني أكثر من 80% من الناس اللي يعطيه والجرعة الثانية خذوا بوستر دوز. يعني كانت 99,000 وصلنا ونص 100,000، من 1,200,000 إلى حدود. فإحنا أصلاً هذا اللي كنا نبي نوصله الآن، تونا إحنا بس معلنين عنه اللي إذا خلصوا 8 شهور خذوا الجرعة الرابعة. فإحنا نتكلم عن الجرعة الرابعة، يعني ليه الجرعة الثالثة الإقبال كان جداً ممتاز. الأطفال أقل شوية ونشوف نسبتهم شوية أقل، كان متوقع لحد الآن. إحنا ما عليش لو كان ما في إقبال لهالدرجة، النسبة الموجودة في الأطفال مو مثل الناس كبار السن أو الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. فلو أقول أنا لحد اليوم بقيم الوضع بقول والله لا، البحرين في إحنا تعرف أكبر معدل تطعيم في العالم تقريبا، إحنا صار كانت أول تغلبنا شوي إسرائيل وتغلبنا الإمارات، إحنا صرنا أكبر أكثر منهم خاصة في البوستر دوز، يعني مو بالتطعيم اللي هو تطعيم المنشطة الثالثة الجرعة الثالثة. إحنا بدينا الرابع الحين، بدينا تطعيم جديد اللي هو الفرنسي كذلك. أكيد قل لأن إحنا استوفينا خلاص، يعني الحمد لله أغلب الناس صارت خذت البوستر.